لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا نائب مسؤول القسم المهني في هيئة العلماء المسلمين الدكتور عمر العاني. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور عمر، ما هي تفاصيل زيارة الوفد السوداني للهيئة وفيما تكمن أهميتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين الفضائية. يوم أمس زارنا وفد من جمهورية السودان، ضم مدير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جامعة الجزيرة الأخ الدكتور محمد البراء، وسعادة الأستاذ الدكتور سالم جبريل عميد الدراسات العليا في جامعة بحري والمستشار في السفارة السودانية في عمان. بكل تأكيد تمثل هذه الزيارات مكانة الهيئة في الأوساط العلمية والدعوية في العالم العربي والإسلامي، حيث امتدادها وعمقها التاريخي والحضاري من الجامعات والمنتديات والروابط العلمية والدعوية. وكذلك تمثل أهمية ومكانة الجامعات في السودان عند الهيئة، ومكانة الجزيرة وجامعة بحري، وتقدير الهيئة للشعب السوداني الرقيق الذي نرى فيه الخير والقرب الفطري في التعامل معه. في هذا السياق، إلى أي مدى دكتور ستنعكس هذه الزيارة على أطر التعاون بين الهيئة وجمهورية السودان؟ مثل هذه الزيارات حقيقة تفتح الأبواب والآفاق للتعاون العلمي والبحثي المثمر والجاد بين الطرفين. وكان للهيئة زيارة جامعة الجزيرة بوفد ترأسه فضيلة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري للاطلاع على الجامعة والكادر التدريسي والإداري هناك. وكذلك يوم أمس هي زيارة من هذه الجامعة وجامعة بحري للتعرف على أقسام الهيئة وإنجازاتها بشكل مفصل، ورؤيتها للمرحلة التي تمر بها المنطقة وتطوير العلاقات العلمية والمعرفية عند الطرفين. نعم. وتأصيل هذا التطوير وهذه الرؤية. نعم. كان للهيئة جهود سابقة في مساعدة الطلبة العراقيين في السودان، كيف ستنعكس هذه الزيارة على الطلبة العراقيين هناك، وهل من مشاريع مستقبلية أخرى في هذا الصدد؟ حقيقة هذا التواصل والامتداد هو من أجل الطالب العراقي، حيث إننا وجامعة الجزيرة في الخطوات الأخيرة لعقد اتفاقية تعاون مشترك معهم، ويحصل فيها الطلبة على خصومات تقديرية لجهودهم ولمتابعتهم الدراسة، وذلك لما نراه من رغبة الطلبة من العراق تجاه هذه الجامعة وجامعة بحري والجامعات السودانية حيث العراق والأصالة. وبإذن تعالى سيتكلل هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية مع جامعة الجزيرة، وهذا مردوده للطلبة العراقيين. أشكرك جزيل الشكر دكتور عمر العاني، نائب مسؤول القسم المهني في الهيئة، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.